السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي دوزت الخوت العيد مزيان بخير وعلى خير؟ مباشره الخوت اليوم سوق ثلاث، اليوم 27 شهر 7 2021. مرحبا بكم الخوت. انتم كما كتشوفوا النهار تيكون هادشي قليل، كتعرفوا السوق تيكون خاوي، وان شاء الله حنا ندخلوا ونشوف شنو كاين ونبارطاجيو معكم ان شاء الله اي حاجه دخلات. وتحياتي لكم. ما تنساوش الخوت اليوم شاركت معنا في القناه، اشترك وفعل الجرس باش توصل ديما جديد. وتحياتي لكم. كون عارفين مع هاد القيود لي ديال التنقل، كنتمنى ان شاء الله يدخلوا خويلات ملاح ونبارطاجيو معكم ان شاء الله اي حاجه دخلات. وانتم المهم احنا وصلنا رحبه ديال السناحات وما تيلي كاين، ونبارطاجيو معكم ان شاء الله كلش ان شاء الله. دا انتم الخوت العودة تتباع ب 2000 درهم 40000 ريال، عنده الوراق. السنة الخوت قال لك تكون عندك 9 سنين بحال هكاك. خذوا شي ناس من المكناس الله يسخر ليهم، يمكن راه غيكسبوه والله يدخل عليهم الصحة والهنا ان شاء الله وش يرزق. هادشي اللي كنتمنوا لاي واحد خدا شي عود باغي يكسبو. تبارك الله مليح وما بيش تتمن، ما بيش تمن رخيص. العود ديال الدراوش كما سمعتوا 2000 درهم، تقريبا 200 دولار. بس اللي ما كتعرفش بالدرهم 200 دولار الخوت باش تبيع هذا. ومرحبا بالناس كاع اللي كتابعنا من دول الخليج ومن اوروبا ومن امريكا وصفة عامة القارات كاملين. مرحبا بكم الخوت والدار داركم. وما تنساوش الخوت كما ديما ما تنساوناش بلي لايك، ما تبخلوش علينا بالاشتراك ودنا شي كومنتير مزيان. وتحياتي لكم. أودادي أربار 3 سنين في السن، ثمن الخوت 2000 درهم لعطاو 40000 ريال. ورق عندها ديريجين عندو 3 العودات هنايا. هادي بارب 3 سنين عطاوها 1000 درهم، 1000 درهم اللي عطاهم في هاد العودة هادي. فيها خوت واحد لعيب راكم شايفينو ويشا فيها مسكينة. ودي اللي معاه جزع ديالها مازال ما عطاوش، مازال على الله. انتم الخوت هاد العودة دي عطاوها 46، 7 سنين في السنة. ما عندهاش الوراق؟ كاينة، كاينة الوراق؟ اه، وما عندهاش مشكل. انتم ممكن تعطيهم النمرة اللي ما بعتهاش يصنع عليك؟ اه. انتم الخوت 7 سنين قلتي في السنة عطاوها 46 هنا في السوق. المهم هو يعطيكم النمرة وورق دي ديكري ياك؟ اه. كارني زرق؟ اه كارني زرق. عطيهم عطيهم النمرة؟ 06 18 43 49 90. عندك في هذه الواتساب؟ اه. صافي انتم الخوت اتصلوا بالسيد، المهم سولوا اذا كان باعها هي هذيك مك. اه مرحبا. انا ما كانتش السومة اللي بغيت انا ما غنبيعهاش. ياك شحال طرف فيها الاخر؟ قولها لهم هنايا. تنقول لهم 40000. 40000؟ اه. شحال عطاك؟ عطاك 46. عطوني 46000. هاكا 56000 قلت لك انا 40000. هاكا قول 56000 ريال البيع ديالها. اش كنسمع؟ اه انتم الخوت طرف فيها 56000 ريال اخر ثمن. اللي عجبته الخوت يصنع عليه والله يسهل عليكم. يا جا ارب بارب دوريجين ما عندكش وراق تما؟ ما جيتيهمش معاه. شنو بلاصه كاين؟ تيفلت. تيفلت؟ اه قريبا. المهم الخوت المرقد ديال تيفلت والله يسخر لكم. يسهل عليك اخويا والله. Thank you.
شاطرك اخويا؟ شاطر؟ مزال الله. شنو ديال السنة؟ شي 6 سنين. 6 سنين ما عندهاش وراق. انتم الخوت 6 سنين ما عندهاش وراق. الثمن مازال مع الله، مازال ما عطا والو. والله يسخر لي والله يسخر للجميع. خوت لهم السخاوي كيما يدار. المهم ان شاء الله اي حاجه دخلت غنبارطاجيها مع هذا. عاد دخل عطاه 66، انتم الخوت عطاه 3000 درهم 300 اورو. واش هذا السنه اخويا؟ سنين المرقد غادي لهنا؟ اتيادين المرقد ديال اتيادين كما سمعتوا 3000 درهم اللي عطاه. ما عندهش وراق؟ ما عندهش وراق. ديالك هاد العود اسمعش ديالك عطاهم النمرة ديالك حتى ما بعتيش يصنع عليك الناس. ها عطاهم النمرة ديالك 06 78 47 64. عاود اليوم 06 78 85 47 64. وانتم الخوت صنعوا عليه الا ما كان ما باعوش وتواصلوا معاه. هما عطاو 3000 درهم هنايا. شحال باش قاطعوا الاخر ديالو؟ 600000. 120 الف ريال. 120 الخوت 6000 درهم هي 600 دولار. والله يسخر الجميع. تحياتي لكم الخوت. هانتوما الخوت صحيت الخوت تبارك الله. واحد العبد تبارك الله بالي هذا هو الرصق ديال اليوم. هانتوما الخوت برقي كحل كابي ناهاري تبارك الله. السلام عليكم. كيف اخويا بخير؟ شنو مرقد اخويا؟ تمارا. مرحبا بك اخويا. شنو يسمى؟ خلاكم تدوزوا الطريق عادي؟ ما كلا. جروا لهنا كاع. وانتم الخطر لنا جا في الطريق عادي ما كلا. كلا زيارة في الطريق لا هو هذا؟ لا لا ما خدتو لا رخصة لا والو ديال التنقل؟ لا. كنت عارف. هذا عنده وراق؟ شحال عنده في السن؟ جيب الجمعة. تمام مازال ما عطاكم والو هذا دخلت وسهل عليكم اخويا اجي بكم في الخير. انتم خوت السيد راه عاد دخل الله يسخر ليه. واش داير في الكوبي؟ واش داير في الكوبي؟ ما داير في الكوبي. داك تي كسبو انت؟ شحال بوري ب 25 مليون. ياه تبارك الله. انت كيما كتسمع الاخوان قال لك الاب ديالو 25 مليون. راه من السماعلة. السماعلة. تبارك الله. تما تما باش بقات تقطع هذا؟ تما الاخر. حنا باقي نشوفو. مزال تشوفو السوق. المهم ما بعتيش هذه النمره هنايا ولا ما ان شاء الله يتصلوا بك الناس الله يسخر لك الخير مازال الله. هانتوما الخوت دابا السيد راه عطاو ياك انت 140 الف ريال. المهم الا ما باعوش صنعوا على السيد. قول لهم اخويا النمره ديال 06 71 83 71 77. عاود لهم النمره 06 71 83 71 77. عندك هذه في الواتساب؟ عندي في الواتساب. هانتوما الخوت اتصلوا معاه وبالتوفيق للجميع. هانتوما الخوت تبيعوا البيع بالشروط. عاودوا فلوس. عاودوا فلوس. ما قدوش شهر يعطيك شهر. ما قدوش شهر؟ ما قدوش شهر يعطيك شهرين. عاودوا فلوس. هذا هو المضمون. جاي تيركب وتتاكد منه.
خاصك واش نبدا لك بلا قالت تفرقوا بلاضي بلاضي يا خويا حرابي كل شيء تبارك الله اللهم بارك ما يتحركش ما يتزعزعش من بلاصته ويسخر لك اخويا واش عطاك اخويا 60,000 ريال عندو كارطة ايه انتم مرخص بالوراق ديالو بغطا زرقاء كارني زرق 3000 درهم 300 دولار واش دير السن؟ اثنين ها انتم اخوت كتشوفوا قدامكم عاطين 60 ولاصقين على ديك 60 ما باغيش يبيع هاد ديال الجران كارو شحال باش قطعو هذا؟ شحال باش قطعو؟ نقولو مليون 10,000 درهم لا يسخر لك اخويا قطعو ب 10,000 درهم هاد العودة الخوت راني سولت عليها راه عندها الوراق هي وديك الجدعة ديالها الثمن كان مازال ما عطاهم احنا نسولهم نشوف واش عطاهم شي حاجة ولا لا قرب بارب المهم الخوت ما عطاهمش فهاد العودة اللي بجدعية انتوما الزين بدا كيدخل اللهم بارك ابو علي اش دار لك ها كاين كاين الزينية تبارك الله اش دير ابراهيم السن اثنين عند الورا لا ما عندوش مشي مشي سير جا الكفا بعد هذا بحال هذاك اللي ديتي طلع له كاين كاين توقف شنو رقد هذا انت؟ وزن وزن شحال عاطينك؟ على الله بدأ مخدم اخويا شمو كل شيء يا مازال خصو الخدمه يلا كاسر خويا ديالي انا الخوت مازال صغير مازال من ضفت خصو التداريب مراكم ما والو ولكن راه منجم دابا راه واجد الخط للدريساج ها انتم الخوت خطا حميد لي سخر له حميد تيك توك لي سخر له غادي يعاود راه بالسلم ليه بالسلم ليه كيفاش حميد سلم صافي الرايس خليني ندير شي فيديو ديالي الله يرحم الوالدين باش نبيع به الله يسخر لك يا حميد واحد الخوت ارابار في دبار خداهم حميد التيك توك الله يسخر له المهم الخوت هادي كانوا عطاوه فيها 2000 درهم دبار بادي ولكن فيها الخوت واحد العيب خصو هاديك الحبوبه في الرجل 1000 درهم وهادي 2000 درهم اللي عطاهم ولكن باش دا حميد الله اعلم الله يسخر الجميع مقدرش نقول الثمن باش خدا بقيت هو غيعاود فيهم البيع الله يسخر الجميع حتى اللي بارطاجيت معكم قبيله راه وصل دابا 10,000 درهم يسخر المولى وكان الخوت هذا هو الفيديو من هنا استودعكم الله
ما تنساوش الخوت اشتركوا معنا في القناه اللي ما مشتركش وتفعلوا الجرس باش تكون ديما الجديد. وتحياتي لكم والى سوق مقبل ان شاء الله. تحياتي لكم.